يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط التي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري. هذا وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري سيلتقي أو سيلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن في جلسته المقررة غدا حيث سيستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهد غزه ومطالبتها بضروره التوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيليه ضد ابناء الشعب الفلسطيني والجهود التي تقوم بها مصر من اجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحمايه للمدنيين في القطاع وادخال المساعدات الانسانيه والاغاثيه بشكل مستدام فضلا عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده الى مناطق اخرى وخروجه عن السيطره